بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. المغضوب عليهم طقس في الحشد الشعبي في العراق، اللي يقال ان طلع من عنده بعض الطائرات المسيرة، واحنا قلنا في اكتر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ اطلقتهم مين؟ اطلقتهم ايران. الغالبية العظمى طلعوا من كل المدن الايرانية، الا القليل طلع من اليمن. وطلع منين؟ من العراق الحبيب. هي دي القاعدة اللي اتقصفت، او هكذا تدعي المغضوب عليه. مش بس كده، رئيس وزراء المغضوب عليهم اتنرفز بشكل جديد على مين؟ على وزير الخارجية او على وزيرة الخارجية الالمانية. تعالوا بينا نعرف التفاصيل. تعالوا بينا نبدأ من بوليتيكو عن مسؤول امريكي. خلي بالك المغضوب عليهم لم تعلن، بس انا عايزك تلاحظ كده في الفيديوهات اللي عرضها لك، رد المغضوب عليهم على ايران ورد المغضوب عليهم على الميليشيات او الوكلاء بتاعها، وقارن بقى وشوف لما تكون قوي العالم بيتعامل معاك ازاي، ولما تكون ضعيف العالم بيتعامل معاك ازاي، ولما تكون زراع لايران ايران بتتعامل معاك ازاي. بوليتيكو عن مسؤول امريكي: واشنطن توسلت للمغضوب عليهم حتى لا ترد على هجوم ايران، ومن المحرج عدم استماع المغضوب عليهم إلينا. إدارة بايدن تأمل أن يؤدي التزام الصمت بشأن ضربة المغضوب عليهم لإيران لمرور اللحظة الخطيرة دون تصعيد للحرب. اتفقوا يعني، اتفقوا. المغضوب عليهم لم تعلق على الهجوم، لم تعلن أصلا مسؤوليتها، وإيران قللت من أهميته، ونأمل أن تنتهي الأزمة بذلك. هناك إحباط من عدم استجابة المغضوب عليهم لتحذيرات بايدن رغم ارتياحنا لأن الهجوم كان محدود. فوكس نيوز عن مصدر امريكي: هدف الضربة بتاعت المغضوب عليهم كان قاعدة عسكرية باصفهان، اللي جبتها لكم في الحلقات بتاعت الامس، قرب منشأة ناتنز النووية، وليس المنشأة. بس بيوصلوا لهم رسالة ان احنا نقدر نضرب المنشأة. المغضوب عليهم هاجمت هدفا واحد في القاعدة العسكرية في اصفهان، لكن بعدة ضربات، اللي هو ايه؟ اللي هو رادار فقط، موقع رادار. المغضوب عليهم استخدمت صواريخ ومسيرات في هجوم على أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان. هجوم المغضوب عليهم أظهر أن الدفاعات الجوية الروسية الصنع غير فعالة. بص بيضربوا فين؟ اللي هو احنا عدينا برضو عادي، وعندهم أنظمة دفاع جوي بتاعت روسي. فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: ضربة المغضوب عليهم في إيران كانت محدودة، والجانبان أوصل رسالته. طب مين اللي غير معادلة الردع؟ زي ما قلنا قبل كده، معادلة الردع اتغيرت في صالح ايران، وهيرجعوا للموضوع اللي هو الحرب بالوكالة، اللي هي الاعدادات القديمة. ادارة بايدن بتقول الصراع الحالي بين المغضوب عليهم وايران قد انتهى، قدروا يخلصوه، مش عايزين حرب اقليمية في المنطقة. الاي بي سي عن مسؤول امريكي: مقاتلات من المغضوب عليهم اطلقت من خارج ايران ثلاث صواريخ، ثلاث صواريخ في ضربة محدودة للغاية صباح الجمعة. مفيش بقى طائرات مسيرة. المغضوب عليهم استهدفت موقع رادار دفاع جوي قرب أصفهان، وهو جزء من حماية منشأة ناتنز النووية. هدف المغضوب عليهم من الضربة إرسال إشارة لإيران بأنها تمتلك القدرات، لكن لا نسعى للتصعيد. فلا ضربوا القاعدة ولا ضربوا منشأة ناتنز، امال ضربوا ايه؟ دفاع جوي قريب منها جنب القاعدة بس، خلاص. زي ما ظهر قدام حضرتك، ادي موقع الدفاع الجوي اللي تم قصفه، شكرا. فبس كانت لازم تعمل الضربه دي، وامريكا ضغطت او اتفقت مع ايران خلوهم يردوا رد كده بسيط، ما تقلقوش، مفيش ايه، لا خسائر ماديه ولا خسائر بشريه ولا ولا ولا. شفنا اللي لما تكون قوي ايه اللي بيحصل، ولما تكون زراع لايران في المنطقه ايه اللي بيحصل. انت اللي بتتلقى كل الضربات نيابه عن ايران، زي ما ظهر قدام حضرتك. مراسلنا: قصف يستهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي داخل قاعدة كالسو في محافظة بابل جنوبي العراق. العراق الحبيب، صراع، ساحة للصراع ما بين القوى الإقليمية والدولية والعالمية، للأسف سوريا والعراق. زي ما ظهر قدام حضرتك لحظة الضربة على قاعدة عسكرية جنوبي العراق اللي هي قاعدة كالسو، زي ما حضرتك شايف. أنا عايزك بص، هو ده بقى ده الرد دي طالع منها 3-4-5 طائرات، ومن اليمن طلع 3-4-5 طائرات، انما الغالبية العظمى طلعت منين؟ طلعت من ايران. ايران كان الرد ازاي؟ وده الرد ازاي؟ الرد ده مش على العراق،
ولا على الحشد الشعبي ولا على الثلاث اربع طيارات اللي طيروه. الرد ده هو ده الرد الحقيقي اللي ضربوه على ايران، بس ما قدروش يعملوه في ايران. عدة مناطق في قاعدة كالسو تشتعل فيها النيران بعد غارة جوية محتملة طول الليل حتى الصبح، حتى الصباح الباكر. القصف الجوي استهدف قاعدة كالسو العسكرية المشتركة التي تضم قوات من الجيش العراقي، الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. عشان قلت لك بايدن جاب مين؟ جاب الرئيس الوزراء بتاع العراق اللي هو السوداني عشان يقول له لا انت سبت السماء مفتوحة، سيب السماء مفتوحة لمين؟ المغضوب عليهم ترد. فطلعوا الطائرات الاف 35 طلعت ضربت مين؟ ضربت الثلاث صواريخ على ايران. مش بس كده، امبارح تم قصف القاعده اللي اطلقت منها الطائرات المسيره. عايزك تقارن، بص حضرتك لحظه انفجار اللي حدثت في قاعده كالسو، قواعد ومعسكرات ومخازن للاسلحه التابعه لميليشيات الحرس الثوري الايراني في العراق اللي هي رجالتها اللي هي الحشد الشعبي زي ما حضرتك شايف. ده كده مخزن ذخيره وانت مغمض، طالما في انفجارات متتاليه ده كده مخزن ذخيره. ده كده ايه؟ مخزن ذخيره. زي ما ملاحظ قدام حضرتك في عربيات الاسعاف جريت على طول، انفجارات متتاليه ده اسمه ما كده يبقى في مخازن ذخيره على طول انضربت. زي ما حضرتك شايف ده فيديو اخر اهو، شايف كميه الحرائق، القاعده كده محترقه. جبت لكم بقى القاعده اللي كانت في قلب اصفهان ما فيهاش حاجه. الراجل ماسك الساعه بيقول لك الساعه 6 الا ربع ما فيش اي حاجه. بص هنا ده الضرب والقصف الحقيقي، ده الرد الحقيقي. لما تكون ضعيف هياكلوك، لو ايران ضعيفه كانت اتمسحت من على وجه الارض. انما ايران قويه ما يقدروش لان الموضوع هينقلب. انما رجالتها هي اللي بتتلقى عنها الضربه كلها زي ما حضرتك شايف حتى الصباح الباكر. تقريبا امبارح من منتصف الليل لحد الصبح العراق او المنطقة بابل دي او القاعدة العسكرية كالسو مولعة لحد الصبح. جيب لك فيديوهات كتيرة جدا زي ما حضرتك شايف. بص حرايق مشتعلة في كذا موقع في القاعدة، مخازن الذخيرة بقى، المخازن بتاعة المعدات، الحظائر، الترمك، كله 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 كله. تعال بقى نشوف الصبح ايه اللي حصل او النتائج ايه. زي ما حضرتك شايف ادي الحظائر بتاعت المعدات بقى وبتاعت الطائرات وما الى ذلك اتدمرت. طبعا في اجزاء تدمير جزئي وفي اجزاء تدمير كلي، والعربيات في عربيات مولعه زي ما حضرتك شايف. شايف دي كده اجزاء من القاعده. بص في حاجات اتهدمت خالص زي ما ملاحظ قدام حضرتك. بص الصواريخ عملت ايه؟ حفر في الارض كمان زي ما حضرتك شايف. قصف جوي عنيف من المغضوب عليهم طائرات الاف 35 دخلت على طول. طلع الكلام ان امريكا والمغضوب عليهم اللي دخلوا قصفوا و و و زي ما احنا عارفين. وايران قالت ما اهم حاجه مصالحي ما تتضررش، كله رجالتي مش مشكله، انما مصالحي انا ما تنضربش. زي ما حضرتك شايف المتحسس باسم البنتاغون عايز يطلع نفسه من القصه، او امريكا عايز تطلع نفسها من القصه. لم نشن اي قصف داخل العراق ولا علاقه لنا بانفجارات قاعده الحشد الشعبي. ليه؟ عشان ما حدش يرد على القاعده الامريكيه الموجوده في العراق فتبقى الحرب داخل العراق. لا، القصه مين مع مين؟ مع المغضوب عليهم عشان ما حدش يرد علينا. وسائل اعلام امريكيه هناك احتمال بقيام المغضوب عليهم بضربه قاعده الحشد الشعبي في محافظه بابل. وطلعت قوات التحالف قالت هنعمل تحقيق، لا ده الرادارات بتاعتنا ما رصدتش اي حاجه جايه من بره، ده حرايق، يبقى حد مولع من جوه. بيبعدوا الموضوع عن المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم برضو لم تتبنى هذا الهجوم. وده تغير في قواعد الاشتباك اللي اتكلمنا عنها قبل كده، كانت بتتفاخر وتقول هنضرب وايدينا طول اي حد واي مكان. بعد الضربه بتاعه دمشق لا، الموضوع اتغير شويه. تعال نشوف بقى الصراعات اللي داخل الغرف المغلقه اللي الصحف بدات بتطلع او بتكشفها. تسريب غير عادي. رئيس وزراء المغضوب عليهم يفقد اعصابه ويرفع صوته على وزيره الخارجيه الالمانيه انالينا بيربوك. المانيا غاضبه بسبب التسريب وتقدم شكوى لمكتب رئيس وزراء المغضوب عليهم. بيربوك لم تنفي ما حدث لكنها قالت نحن لا نعلق على المحادثات السريه. وزارتي والسفير الالماني في المغضوب عليهم علق على هذا الامر. تم الاعراب لنا عن الاسف حيال النشر الذي لم يتضح مصدره بعد، وليس لدينا ما نضيفه. هي عماله تقول له ايه؟
انت بتعمل مجاعه، الحصار اللي انت عامله في قطاع او في القطاع عامل مجاعه، فهو لا بيرفض القصه دي، هو عايز او عايزهم يدعموه في انكار الحقيقه، انما هم العالم مقلوب عليهم حرفيا يعني. وخلي بالك العالم في القضيه الفلسطينيه قبل يوم 7 اكتوبر شيء حرفيا يعني، التغير 180 درجه، وبعد يوم 7 اكتوبر شيء تاني خالص، لانه اتضح للعالم والقضيه اثيرت من جديد، واتضح للعالم مدى الوحشيه، كل حاجه طلعت بقى اللي بيتعمل طوال ال 75 سنه شيء، ودلوقتي شيء تاني خالص، مش قادرين يخبوه. ففي ضغوطات على الحكومه، وبايدن داخل الانتخابات، ودي داخله الانتخابات، وده داخل الانتخابات، فخايفين على كراسيهم لانهم بيتهانوا جوه في قلب بلادهم، وكل ما يطلع حد يتكلم يطلع حد يقول له انت بتشارك في اباده جماعيه، انت يدك ملطخه بالدماء، انت فبتقول له خف الضغط ده شويه، انت مشكلتك مع مين؟ ما هو بص المغضوب عليهم ما بيتشطروش الا على الضعيف، مش قادرين يخشوا مع الاسود في الانفاق ولا عارفين يحلوها، يعملوا ايه؟ يقتلوا المدنيين. قصف امبارح على رفح، مبنى في رفح، قتلوا اطفال. طب بتقتل اطفال ليه؟ انت مش مشكلتك مع الاسود وبتقول هقضي عليهم، انما انت حرفيا بتقضي على المدنيين. فده اللي عامل دوشه للمغضوب عليهم، وده اللي خلى المانيا بس في الغرف المغلقه اللي هي الداعمه الرئيسيه ليهم، فالغرف المغلقه بتقول ايه؟ بتقول له لا لازم تخف ده، فراح جاي متعصب عليها وتعصيب شديد جدا، فالتسريب طلع للصحف بتاعه المغضوب عليهم. ف انالينا بيربوك غاضبه، انالينا بيربوك وزيره الخارجيه الالمانيه غاضبه من تسريب فحوى اللقاء مع رئيس وزراء المغضوب عليهم، واللي اتعصب عليها وشتمها وعلى صوته و فده بيقول لك ان هم ليسوا على قلب، هم ظاهرين لنا كده انما هم ليسوا على قلب رجل واحد، بدا الخلافات تدب ما بينهم. وانا بقول لك الموضوع ده هيقضي على رئيس وزراء المغضوب عليهم، كل الخطوات اللي خدها كلها فاشله من يوم 7 اكتوبر، تخش بعدها في القصف على او القصف السفاره او القنصليه بتاعت ايران، والرد بتاع ايران، والرد بتاعهم اللي عمل نتائج عكسيه، وده اللي خلاهم يطلعوا يقصفوا بالوحشيه دي في قلب فين؟ في قلب العراق. هل بقى ايران هتضرب المغضوب عليهم عشان ضربت رجالتها؟ لا. طب هل الحشد الشعبي هيقدر يرد؟ لا. فهمت بقى القصه؟ فهمت ايران عامله الاذرع بتاعتها ليه في المنطقه؟ فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين. بس يا سيدي شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.